هاي، في هذا الفيديو راح أرسمعكم بنت أنمي على شكل تشيبي. وكالعادة يا سادة رسمت الرأس، بعدين فكرت إني لازم أصور، فقمت أصور بعد ما رسمت. حابة أقول لكم هذا الفيديو مش راح يكون فيه تحكي كثير، فخليكم مع الفيديو وأسمع الأصوات الجميلة. الصناعي اني بدي تمرين اذا كان الوضع صحيح او غلط هيديك موتيفيشن هيديك حماس بطبيعه
مع وصولنا للنص ساعة هنعمل 144 كلمة فمعنا الإنسان نسيبه أنت بذكاء اصطناعي 30 ثانية موسيقى راب سهل تعمل بأي مكان. أوكي للأمانة حبيت غنية ألك جد ذكاء اصطناعي رح يحل محل الإنسان. أما الجولة يتأكدوا من أنهم يستطيعون تقديم واضح اللي هذه جولة احنا بتركيا ورح صعب التحدي على الانسان وعلى الذكي رح يعطيني خطة احسن لكن الذكاء الاصطناعي اعطانا شكل احلى وسهل واعطانا حل قبل ما المشكلة اصلا تصير نقطة ولو التواصل بينهم فضل يزيد اكتر بالشكل ده هيبقى في صالحهم جدا ولانه ارسل ويمشي وفجأة وهو في الشارع بيجي حد يسرق منه اما مارتن بيضطر يفضل في الاوتوبيس للمارتن لان اللجنة اللي هتحدد اذا كان جيك يفضل تهدده وبتخليه ما يردش ولانه متضايق وعاوز يفهم اللي بيحصل بيقول لها تحكي له كل حاجة وإلا طفلة اسمها ايميليا وبيعرفوا انها كانت حالة مهتم بيها بيسيبه ويمشي وبيبدأ يدور في المبنى وبتاخده للحي القديم الموضوع بينجح وامها بتبدأ تفتكر تاني المكان كان موجود فيه معاها خرج وبس والله هذه كانت النتيجة وهذا كان الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم وسلام.